بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فإن فتنة الشيعة تتزايد وتتفاقم يوما بعد يوم، لأنهم محسوبون على الإسلام والمسلمين، فالفتنة هنا من الداخل، والخطورة هنا من الداخل، والناس لا يعرفون حقيقة الشيعة، لا يعرفون حقيقة الأفكار ولا حقيقة المعتقدات، بل ولا حتى حقيقة المشاعر بين الشيعة وبين أهل السنة، لذلك ينخدعون فيهم ويتعاطفون معهم ويوالونهم، لأن الناس يجهلون، أو كثير من الناس يجهلون، بل يجدون من شيوخ السلطة من يقول لهم إن الخلاف بيننا بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف بسيط، خلاف في الفروع كالخلاف بين المذاهب الأربعة، وهذا خداع، وهذا تضليل، هذا خطأ. الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في الأصول وفي الفروع، بيننا وبينهم خلاف في الأصول، هم يؤمنون بالله ولكن ينسبون إلى الله عز وجل ما لا يليق بالله، يصفون الله عز وجل بأوصاف لا تليق بالله، كما أن اليهود يصفون الله عز وجل بأوصاف لا تليق بالله عز وجل. كثير من اليهود يعبدون إلها واحدا، صحيح بعض اليهود قالوا عزير ابن الله، ولكن كثير من اليهود يؤمنون بإله واحد، ولكنهم يصفون الله عز وجل بأوصاف لا تليق بالله، كما قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دخلت طائفة من اليهود حصونهم وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله،
ظنوا أن الله لا يقدر على هذه الحصون، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن الحصون تحميهم من الله، كانوا جهالا بأسماء الله وصفات الله، نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق بالله. الشيعة يؤمنون بالله ولكن ينسبون إلى الله ما لا يليق بالله عز وجل. فلنا خلاف مع الشيعة في الأصول، في الربوبية وفي الألوهية وفي النبوات، لنا خلاف مع الشيعة في الأصول. القرآن الكريم يزعمون أن القرآن ناقص، ويزعمون أن الله عز وجل خشي على القرآن من تحريف الصحابة، لذلك يزعمون أن الله لم يذكر عليا في القرآن بالنص، لأن الله خاف على القرآن من تلاعب الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أهذا إيمان بالقرآن؟ أهذا إيمان بالقرآن؟ أهذا إيمان بالله وحده عز وجل؟ يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن يكفرون أصحاب الآلاف المؤلفة من الصحابة، هم كفار عند الشيعة إلا سبعة من الصحابة. هل فشل النبي في إخراج جيل للبشرية؟ هل لم ينجح النبي إلا في تربية سبعة هم الذين ثبتوا على الإسلام؟ والآلاف المؤلفة الذين رباهم النبي ارتدوا وكفروا بعد وفاة رسول الله، أهذا إيمان بالرسول؟ أهذا إيمان بالرسول؟ أهذه تربية الرسول التي ترتد بالآلاف المؤلفة؟ أهذه تربية الرسول للصحابة الكرام؟ أهذه شهادة القرآن على الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار ارتدوا جميعا ما عدا سبعة؟ أهذا إيمان بالرسول؟ أهذا إيمان بالقرآن؟ أهذا إيمان بالله عز وجل؟ شيوخ السلطة يقولون للناس خلاف بسيط بين أهل السنة وبين الشيعة في الفروع وليس في الأصول، يخدعون الناس ويضللون الناس. لذلك لابد من التنبيه حتى نكون على بينة وعلى بصيرة، وحتى نستطيع أن نفهم الناس. الشيعة عندهم عداء شديد جدا ناحية أهل السنة كعداء اليهود للمسلمين. قال الله عن اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الشيعة عداهم لأهل السنة كعداوة اليهود لأهل الإسلام. يزعمون أن رجلا من الشيعة دخل على جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه من آل البيت فسأله: يا إمام، ماذا يفعل الشيعي إذا خلا بالناصبي السني؟ يعني يزعمون أن الإمام قال له إن قدر على أن يهدم عليه جدارا فليفعل، وإن قدر على أن يغرقه في الماء فليفعل، وإن قدر على أن يخنقه فليفعل، وإن قدر على أن يسعى به عند الناس ليقتلوه فليفعل. زعموا أن جعفر الصادق يحرض الشيعة على قتل أهل السنة. تقول عجيب جدا، الشيعي لما يخلو بالسني يفكر في قتله، يهدم عليه جدارا، يغرقه في الماء، يخنقه. هذا عند الشيعة، هذه عقيدة الشيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود: والذي نفسي بيده، ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه في قتله. شبه واحد، النبي بيقسم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه في قتله. يفكر يقتله إزاي، يقتله إزاي. وهذا تفكير الشيعة. الشيعي إذا خلا بالسني يفكر كيف يقتله إذا خلا به، هل يهدم عليه جدارا، هل يخنقه، هل يحرقه، ماذا يفعل به؟ العداوة هي. لذلك لابد من تنبيه
لأن فتنة الشيعة متفاقمة متزايدة، اليوم في بلد كذا وغدا في البلد الآخر، مرة في الجزيرة، مرة في السعودية، مرة في الكويت، مرة في البحرين، ومرات في العراق، ومرات في لبنان، ومرات في باكستان وفي أفغانستان. فتنة الشيعة هي الفتنة القادمة، ولكن الناس لا يعرفون الشيعة، لذلك يتعاطفون معهم، يتعاطفون معهم ويوالونهم ويناصرونهم على حساب أهل السنة، على حساب أهل السنة. المقصود أنها فتنة مرشحة للزيادة في مستقبل الأيام والشهور والسنوات، مرشحة للزيادة والعلم عند الله تبارك وتعالى. ها هم يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يتهمونها بتهم هي منها بريئة وشريفة وطاهرة ومنزهة، يتهمونها بالزنا وقد برأها الله منه سبحانه في القرآن الكريم، يتهمونها بأنها سمت النبي صلى الله عليه وسلم، سقته السم، يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها كذبت على رسول الله وأنها زعمت أن الرسول قد سحر، يزعمون أن هذا كذب، ادعاء من عائشة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث سحر الرسول الواردة في صحيح البخاري وغيره هي من رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيقولون كذبت على رسول الله، اتهمت رسول الله بأنه مسحور، ويقولون عنها أنها في النار وأنها تأكل الآن من النار وتعيش في النار. كذبوا، كذبوا رب الكعبة. لذلك نحن نتحدث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لندافع عنها، وحتى نفهم الحقيقة، وحتى نفهم بقية المسلمين. هناك ملايين من المسلمين لا يعرفون الحقائق، لا يعرفون الحقائق، ليس لهم اهتمام بالعلم والفقه والمساجد وغير ذلك، يسمعون من هنا وهناك. لذلك لا بد من البيان والإيضاح حتى نكون على بينة وعلى بصيرة. لماذا يكرهون عائشة؟ ببساطة لأن الشيعة يحبون عليا رضي الله عنه وارضاه حبا زائدا، زائدا عن المطلوب، فيه تجاوز، لدرجة أنهم، أن بعض الشيعة ادعى الألوهية لعلي بن أبي طالب حتى في زمانه، فحرقهم بالنار في زمانه، في زمان علي بن أبي طالب، وقال هذه الأبيات المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر اللي هو النائب بتاعه، أمره أن يحرقهم. كانوا إذا سمعوا صوت الرعد في السحاب يقولون سبحانك، يظنون أن علي بن أبي طالب في السحاب وهو في الأرض، وكانوا يقولون له سبحانك، وكانوا يسجدون له إذا مر بهم. يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. حرقهم بالنار رضي الله عنه وارضاه، ولم يتوقفوا، بعض ما زال ينسب الألوهية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وبعضهم وهم كثير الموجودون هذه الأيام يدعون العصمة لعلي بن أبي طالب كعصمة الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، وبعضهم يدعي لعلي بن أبي طالب ولاية تكوينية، بمعنى أن له قدرة على كل ذرة من ذرات هذا الكون، له قدرة على كل ذرة يصرفها بما يشاء. وماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى إذا كان علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين لهم ولاية تكوينية على ذرات الكون؟ ماذا بقي لله عز وجل؟ المقصود أن الشيعة عندهم غلو في حب علي وذرية علي،
لذلك يكرهون عائشة. قد يقول قائل: ما صلت علي بعائشة؟ هذا هو مجال حديثنا هذا اليوم. كان بين عائشة وبين علي بعض المواقف، بعض المواقف سوف أحكيها حتى تتضح الحقيقة، حتى نفهم نحن، وحتى نفهم الناس، حتى ننقذ الناس من ظلمات الجهالات. كان بين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين علي بن أبي طالب بعض المواقف التي لا تستحق البغض لأمنا عائشة، ولا تستحق الكره لأمنا عائشة، ولا تستحق العداوة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا تستحق الطعن في أمنا عائشة. أول هذه المواقف حادثة الإفك، حادثة مشهورة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش من المسلمين إلى بني المصطلق، قبيلة من القبائل، فغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم. وعاد الرسول إلى المدينة، قبل الوصول إلى المدينة نزل النبي والجيش للاستراحة، وانطلقت أمنا عائشة لقضاء الحاجة، وقد بدأ الجيش يتأهب للتحرك والانطلاق العودة إلى المدينة. قبل أن يتحرك الجيش انطلقت أمنا عائشة لقضاء الحاجة، التبول، التبرز، وابتعدت بعيدا عن الرجال، هي الحيية الطاهرة الشريفة المبرأة رضي الله عنها وأرضاها، ذهبت بعيدا وقضت حاجتها، وكان في عنقها، في رقبتها، عقد لأختها أسماء، استعارته من أختها. وعادت أمنا عائشة، في الطريق تحسست العقد فلم تجده، فرجعت إلى مكان قضاء الحاجة تبحث عن العقد في ظلام الليل، وبحثت عنه حتى وجدته رضي الله عنها. لما عادت إلى مكان المعسكر إذا بالجيش قد انطلق، وهم لا يشعرون بغيابها لأنها كانت خفيفة، كانت تركب الهودج، الصندوق الخشبي، لتكون مستورة عن الرجال. كان أربعة من الرجال يحملون هذا الهودج، هذا الصندوق الخشبي، يرفعونه على الجمل. لما تدخل عائشة في الصندوق لتكون مستورة عن أعين الرجال، كانوا يحملونه على الجمل، وتمشي أمنا عائشة فلم ينتبهوا إلى غيابها عن الهودج، كانت مشغولة بالبحث عن العقد، فحملوا الهودج وضعوه على الجمل، وصار الجيش وأمنا عائشة غائبة تبحث عن العقد. لما جاءت لم تجد أحدا في مكان المعسكر في ظلام الليل، وهي الفطنة الذكية اللبيبة، بدلا من أن تمشي وحدها في الصحراء، فكرت، قالت: عندما يفتقدونني سيرجعون إلى آخر مكان كنا فيه. هذه الفطنة، هذا الذكاء، هذا التوفيق. وفعلا جلست في مكانها وغلبتها عينها فنامت في ظلام الليل. وكان صفوان بن المعطل قد تأخر عن الجيش، كان ثقيل النوم، نومه تقيل، يصحى متأخر، كان ينزل ينام يتأخر في النوم، ولكنه رجل يعرف الطريق، كان متأخرا عن الجيش. فلما مر بالمكان الذي فيه عائشة رأى سواد إنسان، لما اقترب إذا هو بعائشة أم المؤمنين وهي نائمة، وقد سقط الخمار عن رأسها وعن وجهها، وكان يراها قبل الحجاب، فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرر هذا حتى استيقظت أمنا عائشة تقول: فخمرت وجهي بيدي، سترت وجهها فورا، خمرت وجهها بيديها رضي الله عنها وأرضاها، والله ما كلمها كلمة، وإنما أناخ البعير وركبت أمنا عائشة وسار بها حتى أدرك الجيش في نحر الظهيرة. فتكلم ابن سلول المنافق، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، خرج بتهمة لأمنا عائشة، ظن بها ظن السوء، اتهمها بالفاحشة، اتهمها بالفاحشة عبد الله بن أبي بن سلول،
وشارك المنافقون في هذه الإشاعة وفي هذه الدعاية، فتكلموا وتناقلوا الكلمات وبثوها وأذاعوها ونشروها هنا وهناك. ولما عادوا إلى المدينة انتشر الكلام جدا في المدينة، ولم يعد للناس كلام إلا أمنا عائشة التي جاءت متأخرة مع صفوان بن المعطل. وصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتألم جدا وتأذى من هذا الاتهام الباطل، فصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يؤذونني في أهل بيتي، والله ما علمت عنهم إلا خيرا. فقام أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه سيد الأوس وقال: يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس كفيناك إياه. أنت تقول: ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي، إن كانوا منا كفيناك إياهم، وإن كانوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك ونحن نكفيك شأنهم، والله ما يستحقون إلا القتل. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وتكلم مع أسيد بن حضير والنبي على المنبر، قال: والله ما قلت هذا الكلام إلا لأنك تعلم أنهم من الخزرج. ابن سلول المنافق كان من الخزرج. سعد بن عبادة يقول لأسيد: والله ما قلت ما قلت إلا لأنك تعلم أنهم من الخزرج، كذبت لعمر الله، ما تستطيع أن تقتلهم. تأمل الكلام، ذهب إلى وجه أخر. فقال أسيد بن الحضير: أنت كذبت لعمر الله، إنك منافق تجادل عن المنافقين. وتساور الحيان، الأوس والخزرج قاموا البعض والنبي على المنبر عليه الصلاة والسلام، فسكنهم وسكتهم ونزل وأرسل إلى أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب فاستشارهما. أما أسامة بن زيد قال: والله يا رسول الله، ما علمنا على أهلك إلا خيرا، ما علمنا على عائشة إلا خيرا، إن هذا للكذب، إن هذا للبهتان والزور والإفك. أما علي بن أبي طالب وهذا هو الشاهد، قال: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، وإنك قادر على الاستخلاف، واسأل الجارية يعني خادمة عائشة تصدقك. فهنا عتبت عائشة على سيدنا علي أنه لم يدافع عنها بحرارة كما فعل أسامة بن زيد وكما فعل أبو أيوب الأنصاري قبل ذلك. عتبت على علي ابن أبي طالب عتاب لا يستحق من الشيعة أن يعتبوا على أمنا عائشة، ولا أن يبغضونها، ولا أن يكرهونها، ولا أن يعادونها. عتبت على علي ابن أبي طالب أنه لم يدافع عنها وهي المجروحة وهي المظلومة وهي المتهمة. ولا نخطئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نحن لا نخطئ ولا نصوب، بل كان صحيحا صائبا. أسامة بن زيد قدم اقتراحا وعلي بن أبي طالب قدم اقتراحا، وهو لم يتهمها رضي الله عنها ورضي الله عنه، لم يتهمها ولم يدافع أيضا عنها بحرارة، ولكنها عتبت عليه، فهي الجريحة، هي المظلومة، هي الشريفة البريئة. ونزل القرآن ببراءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والذي لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولاه منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتم أن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة، وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إلى آخر الآيات. في آخر الآيات ربنا يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الطيبات للطيبين. أمنا عائشة طيبة لسيد الطيبين عليه الصلاة والسلام. والطيبون للطيبات. هذه آيات في شأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. برأها الله برأها الله أظهر براءتها. ثم يعودون الشيعة لنفس التهم تاني مرة تانية. الله برأها، الله طهرها، الله شهد لها. يكذبون عليها ويتهمونها ويعتبون عليها. كيف تغضب من علي بن أبي طالب؟ تغضب من حقها. هي المجروحة المظلومة، هي الشريفة الطاهرة المبرأة. ولا نخطئ رضي الله عنه، فهو سيدنا وولينا وعلى رؤوسنا رضي الله عنه وأرضاه، وكل آل البيت المسلمين الصادقين المؤمنين. ولكن نقول الموقف لا يستدعي من الشيعة أن يتهموا أمنا عائشة. لماذا هذا البغض؟ لماذا تتدخلون؟ تأمل، هذا موقف بعيد عن عن أي حساسيات. هي غضبت، أسامة بن زيد دافع عنها بحرارة وبقوة، أبو أيوب الأنصاري دافع عنها بحرارة وبقوة، بعض المسلمين الصادقين تكلم عنها كحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. سيدنا حسان شاعر الرسول تكلم وأقيم عليه الحد وبرأه الله. حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، علشان أختها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتحامي عن أختها، فأرادت أن تثبت التهمة على عائشة، أقيم عليها الحد. تأمل، مصطح ابن خالد أبو بكر الصديق اتكلم، أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد وطهره الله. وكان أبو بكر أقسم إنه ما ينفق عليه، ما يتصدق عليه. ابن خالته كان فقير، كان بيعطف عليه يتصدق عليه. أقسم أبو بكر، اتكلمت عن بنتي ما أعطيك بعد هذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى، أحب أن يغفر الله لي. فعاد إلى الصدقة، عاد إلى النفقة على مصطح حياة الإيمان. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن وآيات القرآن عند أهل السنة. عند الشيعة يأخذون موقفا عدائيا من أمنا عائشة. كيف تغضب؟ تغضب من علي بن أبي طالب المعصوم عندهم، المعصوم اللي له ولاية كونية على ذرات الكون، الذي يملك عند بعض الشيعة أن يدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار. كيف تغضب منه؟ إذن هي كافرة، يقولوا كده. غضبت منه وهو بالمنزلة دي، اللي يغضب منه يبقى كافر، يبقى من أهل النار. لذلك يعادونها، لذلك لابد من التوضيح الإيضاح. نفهم الموقف. قالوا لنا أمنا عائشة تكلمت عن علي بن أبي طالب أو عتبت عليه أو لامته أو غضبت منه أو حزنت منه في يوم من الأيام. قلنا نعم، وهي الجريحة وهي المظلومة كانت تنتظر منه موقفا أقوى رضي الله عنه وارضاه. السؤال هو لماذا لم يدافع عنها؟ دفع عنها أسامة بن زيد. النبي بعث للاستشارة، ده يشير برأي وده يشير برأي. ماذا يفعل النبي؟ كيف يتصرف؟ المستشار مؤتمن، هذا أشار بوجهة نظر وهذا أشار بوجهة نظر، هذا مصيب وهذا مصيب، هذا محق وهذا محق. هذه الأمور سهلة جدا ويسيرة عند أهل السنة. عند الشيعة تأخذ أبعادا أخرى.
لذلك وجب التوضيح والإيضاح حتى نكون على بينة ونستطيع أن نفهم الناس. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل صدورنا وقلوبنا سليمة تجاه أصحاب رسول الله وتجاه أمهاتنا أمهات المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، الموقف الثاني الذي جعل الشيعة يعادون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويكرهونها ويبغضونها ويلعنونها ويشهدون عليها أنها من أهل النار، ما يتعلق بموقعة الجمل. نحكيها باختصار شديد، أو نحكي ما يتعلق بها باختصار شديد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه خرجت عليه الخوارج، أعداد من مصر وأعداد من البصرة وأعداد من الكوفة نقموا على عثمان أمورا وخرجوا على عثمان وتجمعوا وتراسلوا وتفهموا فيما بينهم، وكانوا 2000 مسلحين، وحاصروا عثمان بن عفان، حاصروا بيته وحصروه، وأراد الصحابة أن يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فحرج عليهم وعزم عليهم وأكد عليهم ألا يدافعوا عنه حتى لا ترق دماء المسلمين بسببه، حتى لا يقتل أحد بسبب عثمان، وحتى لا تراق دماء المسلمين بسبب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان عنده حرص على دماء المسلمين. حرج على الصحابة وهم بالآلاف، أرادوا أن يدافعوا عن علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، كل الصحابة قالوا ندافع عن، قال لا، أستسلم إلى أن يقضي الله بيني وبينهم. حاصروا عثمان حتى أجاعوه وحتى عطشوه ما يجد الماء حتى، وكان يخرج إلى الصلاة يصلي إمام بالمسلمين في مسجد الرسول ويرجع إلى بيته، ممنوع يروح هنا وهناك، هو الخليفة. ثم منعوه من الخروج للصلاة فكان يصلي في البيت، ثم تجرأوا عليه فدخلوا عليه البيت وقتلوه وهو يقرأ القرآن. فتنة دامت شهورا. في أجواء الفتنة دي خرجت أمنا عائشة وزوجات الرسول كلهن من المدينة فارات من الفتنة. إلى أين يفروا؟ الفين الحج، راحوا حجوا. قتل عثمان في أيام التشريق، أيام لها حرمة شديدة، وفي حرم المدينة، في المدينة بلد حرام، وفي أيام حرام، وفي شهر حرام قتل عثمان. أمنا عائشة في الحج وزوجات الرسول في الحج وطلحة والزبير في الحج، عدد كبير من الصحابة في الحج، قتل عثمان. واستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. المسلمين غضبوا لمقتل عثمان فطالبوا بالقصاص من القتلة. أولا سرعة القصاص من القتلة. علي بن أبي طالب رأى أن البيعة تستتم له أولا، الناس يبيعوا، أهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن، كل البيعة تيجي ويتفرغ للثأر من قتلة عثمان. اختلاف في وجهات النظر، نبتدي بإيه؟ سيدنا علي قال نبتدي بالبيعة، كله يبايع وبنتفرغ لقتلة عثمان. وبعض الصحابة قالوا عايزين القصاص أولا. الخوارج دول أهل، جزء من أهل مصر، جزء من أهل البصرة، جزء من أهل العراق. اختلاف في وجهات النظر بقت فتنة، واختلاف في الكلمة. أمنا عائشة انتهى الحد، وطلحة والزبير انتهى الحج، رجعوا إلى المدينة بالقرب من المدينة، فكروا أن يذهبوا إلى البصرة لأن هي الأصل في الفتنة، على الكبير على البصرة شاركوا في قتل عثمان، قالوا نروح ومعانا أعداد كبيرة من المسلمين نطالب بالقصاص من هؤلاء القتل الخوارج الذين قتلوا عثمان. وفعلا بدلا من أن يدخلوا المدينة
توجهوا إلى البصرة، الهدف مقتل عثمان، لا الخروج على علي ولا قتال علي ولا أي شيء. سيدنا علي قرر أنه يخضع أهل الشام بالقوة للبيعة، يجمع الكلمة الأول ويتفرغ للخوارج القتلة، فسار بجيش كبير إلى الشام، وفي الطريق بدأ له أن يبدأ بالبصرة، يدخل الناس في البيعة الأول اللي راحوا البصرة بدل من الشام. هو أيضا لم يخرج لقتال أهل البصرة، لم يخرج لقتال أمنا عائشة ولا طلحة ولا الزبير، وصل البصرة وهم وصلوا البصرة، لهم خرجوا لقتال سيدنا علي ولا هو خرج لقتالهم. اللي حصل ان الجيشين ما وصل بعض جيشين، وسعى اهل الخير في الصلح وتم الصلح، يخشوا في البيعة ويتفرغ بعد ذلك للثأر لمقتل عثمان. الخوارج اللي في البصرة موجودين قالوا لو تفرغوا لنا، اصطلحوا مع بعض، يتفرغوا لنا، يقتلونا، يقتصوا مننا، يثأروا مننا، فعمدوا الى اشعال نار الحرب. الخوارج بالليل هجموا على جيش سيدنا علي وقتلوا ناس، الجيش قالوا اهل البصرة هجموا علينا، في خيانة، في خديعة، فهجموا على اهل البصرة ودارت الحرب. لكن سيدنا علي ناوي يحاربهم ولا هم يحاربوا سيدنا علي، اللي سيدنا علي في جيش وامنا عائشة وطلحة والزبير في جيش، وسقط 10,000 قتيل من المسلمين، 5 من جيش سيدنا علي و5 من جيش طلحة والزبير، وبقت فتنة. أمنا عائشة على جمل، ركبة على جمل، سميت الموقعة بموقعة الجمل. انتهت المعركة، بكى سيدنا علي على قتل المسلمين وذهب إلى أمنا عائشة، السلام عليك، وعليك السلام يا بني، كيف حالك يا أمة؟ علاقة طيبة جميلة قوية، كيف حالك يا أمة؟ ولا أمي؟ قالت بخير، ثم مكثت، ولما أرادت أن تعود جهزها علي بن أبي طالب بكل ما يلزم، زاد، متاع، ثياب، كل ما يلزم، علاقة طيبة وجميلة، زودها بكل ما يلزم، وأمر لها بأربعين امرأة من نساء البصرة يشيعنها، يوصلوها إلى المدينة، بل أمر الحسن والحسين أن يخرجا معها، بل سار علي بن أبي طالب بنفسه مع أمنا عائشة أميال كيلومترات كثيرة جدا. وقبل أن يتحرك قالت له عائشة يا بني، تخاطبه أي أم المؤمنين، يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، ثم تقول للناس والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وبين أحمائها، قرايب الزوج يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون ما بين المرأة وبين أحمائها، وإنه على معتبتي، أنا عب عليه في الزمان، وإنه على معتبتي لمن الأخيار. فيقول علي صدقت، صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا كما قالت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. شهادات، علاقة طيبة. الشيعة يضللون الناس، يقولوا من عائشة خرجت تقاتل علي بن أبي طالب وهي السبب في 10,000 قتيل وكذا وكذا، اتهامات، دعايات، والناس لا يعرفون، يتعاطفون مع الروايات الكاذبة. أنا لما أسمع أمنا عائشة طلعت تقاتل سيدنا علي بن أبي طالب، تسببت في مقتل 10,000 من المسلمين في الفتنة، كذا كذا، اتهامات، الإنسان يتغير من ناحية أمنا رضي الله عنها. لكن إذا عرفنا الحقيقة، بانت لنا الحقيقة، عرفنا كيف ندافع عن أمنا رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا علي صحيح صائب، أمنا عائشة صحيحة وصائبة، نحب علي بن أبي طالب نترضى عنه، ونحب أمنا عائشة نترضى عنها، لا تكون قلوبنا متغيرة ناحية الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه حقيقة المواقف. الشيعة يبغضوا أمنا عائشة ليه؟ عشان حادثة الإفك التي عتبت فيها على علي بن أبي طالب وعلى موقعة الجمل، ويقولوا بقى أمور أخرى ثانوية، دست السم للنبي صلى الله عليه وسلم، فين؟ النبي سم في خيبر، سم في خيبر وليس بسبب أمنا عائشة. موضوع سحر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في صحيح البخاري،
في صحيح البخاري وروايات عن غير أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، تهم موجهة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، يخدعون بها المسلمين، يغيرون مشاعر المسلمين ناحية أمهات المؤمنين، ناحية الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. النتيجة فتنة، والناس تنخدع بهم، والناس تتعاطف معهم، والناس توليهم، وفتنتهم هي الفتنة القادمة. لا يراعون إلا الولاذمة في أي مسلم، يتجرؤون على المسلم، يفكرون كيف يقتلونه، هل يهدمون عليه جدارا، هل يغرقونه في الماء، هل يخنقونه، هل يسعون به إلى الناس ليقتلونه. نحن نتكلم هذا الكلام لتسكين الفتنة، عشان ما يحصلش قتل بين السنة وبين الشيعة، هم يسعون للقتل، هم يحرصون على القتل. احنا نقول للمسلمين افهموا حتى لا تخدعوا، افهموا حتى لا تخدعوا، حتى لا تتعاطفوا، كونوا على حذر. ففتنة الشيعة متفاقمة، متزايدة، مرشحة للزيادة. ربما في لبنان قريبا تعرفون ماذا فعلوا بأهل السنة في العراق، تعرفون ماذا فعلوا بأهل السنة في العراق، كانوا يفتشون في أوراق الناس في العراق، في بغداد وفي غيرها، بطاقات الهوية، بطاقات التعريف، اللي اسمه أبو بكر ده مقتول لا محالة، سني ده لازم أبو بكر كمان، يزعمون أنه أخذ استلب الخلافة من علي بن أبي طالب، اللي اسمه أبو بكر يتقتل، اللي اسمه عمر يتقتل، اللي اسمه عثمان يتقتل، اللي اسمه طلحة يتقتل، اللي اسمه الزبير يتقتل، اللي له أي اسم غير أسماء الشيعة يقتل. هذه فتنة الشيعة في العراق، آلاف مؤلفة من المسلمين قتلوا في العراق، لما يتمكنوا حيقتلوا أهل السنة، لو تمكنوا في لبنان حيقتلوا، لو تمكنوا في السعودية يقتلوا، في قطر، في البحرين، في الكويت، في أي مكان، عندما يتمكنون من أهل السنة يقتلونهم بالآلاف. أقول هذا لتفهموا وتعوا وتنبهوا الناس وتوضحوا للناس. أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، وطهر نفوسنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وثبت المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله،
محمد رسول الله. وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.